أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا الفيديو الشيق. حبيت نعوض اللي المرة اللي فاتت اللي فسد، حبيت صورت فلوغ المرة اللي فاتت كيما حكيت لكم بعد ما هبطت تصور، حبيت نصور فلوغ مع الناس هذه المزيانة برشا 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 اللي ديما نقول نحب نصور لكم الفلوغ. اقعدوا معايا باش تعيشوا اللحظة هذه وما تفوتوهاش. سو كي راك من غير ما نقص الفيديو، نحب نوريكم بلاصه اللي مزيانه برشا برشا برشا. احنا في مدينه فيسبادن طبعا، ما كانتش هي معناتها ما كانش موجود الشيء هذايا، كانت البنيه هذه قدم، اما البنيه هذه الكل جديده اللي هي كليه، باش نوريكم وبعديك باش نطلعوا في الدروج هذاك اللي هو فيه ثلاثه جوانب دروج يعمل كيف، باش نطلعوا فيه بعديك. حبيت نقاسم معاكم اللحظه هذه خاطر بلاصه تعجبني برشا برشا، وديما نقول والله تنصورها. النهار اللي صورتها بالكاميرا جيت لهنا وجيت نصب في الفيديو في الاورديناتور من الكاميرا باش نخدم نقسم وكذا، ركح الامور وكم فلوق مزيان شوية على غالب هذا اللي نصب وفسخت، وقعدت ناكل في بعضي بالله العظيم يا ما تتصوروش، صدقوني باللي نوصف لكم والله العظيم غاضني 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 شيء غريب. خاطر فيديو حكيت فيه برشا ووريت فيه برشا حاجات، وصاروا فيه برشا حاجات معناتها سبيسيال زينوه الفلوق، فهمت؟ زينوه هذا مسرح باش نوريكم الشيرة الأخرى. خنقص الكياس الساعيكة قبل ما يجيو لك راهب. صورت لكم ياسر حاجات مش عاديين جملة، فاقعدوا معايا صور لكم بلاصة هذه الكل، صور لكم المسرح من هنا، بعد نطلعوا على الشيرة الأخرى ونصور لكم البلاصة اللي المرة الأخرى صورت. أوه فما برشا هواء برشا هواء برشا هواء، الميكرو ملوطة، تنشوف نحاولوا نخليوه تنحط هنايا بيان سير. هذا متحف كنتم تشوفوه موزيوم، نحاول نقرب لكم شويه باش تشوفوا اللي هي كلمة موزيوم معناتها متحف. لا ما نعرفش علاش مش نقدم تقريبا نستخدم في حاجه بالكاميرا اللي هي تخلي التصويره بعيده شويه، مش مشكله. هو هذا متحف، متحف فيسبادن، خلنا نمشيو للجامعة هذه الكلية. بعد شنسكم بلاصة مزيانة برشا 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 برشا، بعضنا نزوروها وقعدوا معايا. خرجنا تو باش نوصل للدروج هذاك، بلاصة مزيانة برشا راهو كي تشوفوه من هنا هكا شي يعمل كيف، تقول واحد في بلاصة في بلاد أخرى ما نعرفش، تحس تقول عليك في سائح في بلاصة أخرى ما نعرفش. ما لقيتش التعبير، لو خلي التصويرة تحكي على روحها، ما فسدوش الفلوق سامحوني. أنا نخدم في المدينة هذه مدينة فيسبادن نخدم فيها. نجم نقول لكم علاش ما نجموش نزوميو، خاطر السيستم دو كاميرا فيه ستابيليزاتور معناتها يخلي الفيديو ستابل، حتى وانا نمشي ولا نجري هكايا التصويره تبدا ستابل، التصويره ما تبداش ترعش على ذاك سي نورمال ما نجموش نزوميو. شو محلاها الدروج من هنا كوم بيراميد، ها نجم تطلع من هنا ولا تطلع من الشيرة هذه شيء يعمل كيف، ها منظر مزيان برشا برشا. على ذاك ما حبيتش معناتها ما ترددتش لحظة باش نصورو، تفرجوا هنا المنظر نتاعها، نبعدو شوية باش نوريكم جوانب الكل. هذه بيتزارية هنا، هناك تعمل كيف بيتزارية، شوفوا ها شنو نطلعو الدروج هذايا، شوفوا الفيو من هنا محلاها. احنا شنو نطلعو الدروج هذايا نوريكم شوية برك، فهمتني؟ هذا الدروج بيراميدال اللي قلت لكم عليه، ريتكم الكوا مقبل. خلنا نطلعوا سوا، طلعنا الدروج احنا تويكا، نمشيو من الناحيه الاخرى. احنا في وسط الكليه هنا، هذا كل بلار باش نشوفوا واش فما في الوسط هكا. هاني انا نمشي خيالي
البلار من يسار، عملت تصوير انا هنا ديجا، بديت نتكربس سيف الهبلة. والله حاز في نفسي ياسر ياسر برشا برشا، اللي انا ما اللي انا خسرته الفيديو اللي فات، فهمت؟ مش مشكل، فاتنا شيء، كل شيء انا عوضناه. تروش هذا كيف كيف صار في رمضان، أوريكم باركينج هنا. هيك ناخذ نرجع دراجنا باش نوريكم ما احسن وما اجمل برشا. اما الجانب هذا نجم نشوفه بيان سور، جانب الكياس واللعبات تمشي، هي كلية. عالم دي كاميرات سورفيونس بارتو، احنا نصورو في فلوك على بالنا اشبل حاجة اخرين اللي خاطية. لازم نوريكم تروش شوفوا ما بنوا هكا مع الديغراديسيون اللي من غادي، شي تعطي منظر زين برشا 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 برشا. نرجعوا للسيارة باش نوريكم، نكمل الفلوج نتاعنا ان شاء الله. ياه هادي تويك نقلنا الكهرباء، نحاولوا نشقوا الكياس ونكمل نصوركم فلوج وسط زقزقة العصافير. شي عمل كيف نصوركم البارك، حسيلو اللي فاتنا المرة اللي فاتت الكل، نحاولوا اني نعوض طويكة ونصور. اوكي سو نمشيو للبارك، بس هذا هنا شو نبنى البارك، نمشيو وين المياه صور لكم يوم مزيان برشا. صورت المرة اللي فاتت فما تماثيل فميك وكذا، ما هيش مهمة برشا، انا حبيت فما رونق اخر نحب نصور ونحب نوصل المنظر المزيان هذا. استنيه هذي في العادة هنا تلقى برشا بط برشا حمام، طقس مغيم شوية. المرة اللي فاتت وقت اللي صورت الطقس مزيان، سماء زرقاء، شيء يعمل الكيف. ما يسالش مش الجمالية تظهر رغم ان معناتها السماء مغشاة بالسحاب، فما جمالية اخرى مش مشكلة. هذه مدينة فيس بعد كما قلت لكم، يعني ما بدلوه نظيف كما قلت لكم. في العادة هنا معبية بالبط تلقاها وبالحمام على الجناب، إذا بدلوا الماء ممكن ما نعرفش شو عملوا بالبط، طار فما تطير ماء نتاع بط فشاكل. أرى نكملوا واصلوا رحلتنا، بلاصة مزيانة. تمثال أسر ومرأة فوق الثور مزيان برشا. فما أشغال، فما صور على ذاك، معناتها ياسر بلايص مسكرين. وأنا قربنا للمحطة، محطة القطار متاع فيس بادن، حتى عملاقة صورتها في فلوق قبل، وصورها لكم عن قرب كاملة، حاب نصورها لكم كاملة باش تتمتعوا بمنظرها الجميل جدا. خل نشقوا من البارك هذا، استنى لحظة نصور لكم منظر جميل هكا كل مع بعضه. كم حوصلة حوصلة، نكملوا نمشوا لغادي كنوريكم خير. هذا البارك كله سرعات، فما أشغال قاعدين يقوموا بأشغال تابعة الانترنت 5G باش تولي بارتو، مسيبة 5G باش تستخدم
ايضا في النقل وفي ياسر حاجات اللي معناتها هامة في الحياة اليومية. خاشوا من هنا فما ابناك، هذا مخسار الطقسم الجميل، ثم ابناك متاع عباد اللي يحب يتفسح يجي مع العائلة يقعد هنا في المنظر من هنا مطل شي يعمل كيف نوار وكذا. بيان سور الكورونا فسدت ياسر بروجرامات متاع عباد سواء عطل وكذا. هذا زاد في العادة يبدا مليان بالماء، هسا يتلقى مليان بالماء. شوفوا النوار علاش يعمل كيف يعمل كيف، منظر مزيان برشا، منظر رائع جدا. هذا عبيدة معبية بالماء كما قلت لكم، هنا هذي هنا معبية بالماء، تلقاها الماء من هنا تعدى الجانب هذا اللي مليء تلقاه بالبط. هذا البارك اللي صورته لكم المره اللي فاتت، حبينا نقتسموا بعضنا البلاصه هذه. شوفوا هنا هناك للاستراحه، شخص يحب يجي يشرب حاجه يتمتع، حركه قليله مقارنه بقبل، اجل كما قلت لكم عفونا عفوكم الله انت وباء هذا الكورونا اللي فزت الملعوب الكل. الماء هذا في الصيف يسيبوه تلقاه مسيب، ابيع بالطيور. راكم تشوفوا البط، ها هو زروم ابيع بالبط والجرمان اللي عويدوا في المياه هذيك يبدا شايخ. هذا بيان سيور ما ثماش ماء الكل شدد شد الحشيش. اعمل جو مزيان، هاي ها حتى مزيان برشا. كل يوم نتعدى من هنا، كل يوم بويس كنا نخدم في المدينه هذه، والمرضى نتاعي اللي نمشي لهم معناتها يسكنوا في المدينه هذه، فانا متنقل ممرض متنقل. فما ياسر بلايص بيان سور نحب نقتسم معاكم الجماليه نتاعها ونكتشفوا معناتها نستكشفوا مع بعضنا ونشوفوا ياسر حاجات اللي شفناهمش قبل. تويكا نجمو نتعداو بيان سور من فوق الكياس بعد الفروش، والا نجمو نتعداو من تحت القاع. باش نوريكم اللي ما يحبش يستنى الضوء الاخضر يولي يتعدى من تحت القاع، كيف باش نوريكم تو انا هكا. هذا طبعا هذا ممر تحت القاع، هذا الفوق كما وريتكم، وهنا تحت القاع باش نوريكم طبعا الممر هذا. اللون الازرق ومليء اضاءة، ومع هنا المرآة اللي قاعدين تشاهدوا وانا نصور. هذا الجانب الاخر نطلع الطروش فنلقى رواحنا ديركت. هذه هي المحطة، محطة القطار فيس بادن. شو نصور مع بعضنا، نصوركم الكل احنا مقبل، ونجمو نقصوا الكياس زادة بالطبع. من هنا بعد تويكا باش نقصوا الكياس، تعدينا من تحت القاعة تو باش نرجعو من الكياس. صورت لكم بلاصة هذه المرة اللي فاتت، صورت لكم السونتر اللي موجود في الشارع الأخرى. شيء يعمل كيف، خلنا نقص الكياس مادام ضوء أخضر ونعودو أدراجنا. طبعا ضوء أصبح أحمر. أنا قصينا روحنا، رجعنا البلاصة اللي صورنا منها قبل، ها رجعنا لها. تويكا باش نرجعو من ثنية أخرى مزيانة برشا باش الفلوق نتاعنا يكون مزيان. المرة اللي فاتت وقت اللي أنا عدت الأدراج نتاعي زاد ثم جات سيارة نتاع بيع آيس كريم، وكانت الزميرة نتاعها مختلفة وتجلب الانتباه، وتلموا ياسر عباد ياخذوا في الجلاس.
فزاد معناتها الفلوغ زادوا جمالية أخرى وبعد آخر. فمسالش ما فاتنا شيء، هانا عوضناها تو، كملوا رحلتنا. هذه شجرة فيولي بنفسجية، منظرها ولا روعة، بسم الله ما شاء الله. انظروا مع الأخضر هذا كيف الاختلاف تاعك، بدل اللون شي يعمل كيف. نعودوا أدراجنا، هذا اللي صورته لكم أنا قبيلة مع شجرة بنفسجية. هذه انظروا المنظر محلى، كملوا رحلتنا. هذا هو الحمام اللي حدثتكم عنه زادا قبيلة، قلت لكم راهو البارك هذا كله طيور كيف ما وريتكم البط. أنا زاد الحمام بجانب هذه السيارة المزركشة، راكم تسمعوا في الببغاي وقبيلة. انظروا الحمام، طائر ببغاء هذا معروف برشا في سبادن، طائر ببغاء. انظروا السمان هذا، هذا يحبوه البازوش، هذا الترد، هذا الصيادين يعشقوه، يجي بأسراب كبيرة جدا. طبعا أنا هذا وحده مانيش عارف كيف ضاع على المجموعة أو ماذا. أنا موجودين، هم موجودين بكثرة، شفتهم تو الترد. طائر هذاك مش وحده، هانو السرب نتاعه ثم، ما هو يحوس بعض الحمامات يبدل في المطعم بارامو. هو برشا هو، ان شاء الله ما يفزتش علينا، ان شاء الله ما يفزتش علينا. فلوغ امانة بيان سير، نحط غناية اللوطة ثم نحط غناية باش تعطي روح اخرى للفلوغ، ما يكونش ممل. احنا كنا قبيلة نشقوا الكياس، احنا في وسط الكياس هاكم قاعدين تشاهدوا، تاك 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 في وسط الكياس نشقوا الاثنية هذه. نحب نوريكم حاجة زادة مزيانة، اللي هي ديكوراسيون اللي عاملينها ثميكة، كيلو ورود هذيك وتشعل في الليل بيان سير، تظلم الدنيا تنور تشعل. راجعين ادراجنا للسيارة تو ان شاء الله مع بعضنا مدينة فيسبادن. إن شاء الله الفلوغ هذا يكون معناتها مزيان ويعجبكم برشا برشا برشا، حتى كون الطقس ماشي كيف ما كنت نرغب فمش مشكل. جولة مزيانة برشا. هذا اللي كنا فيه حبائي، كان هذا هو الفلوغ متاعنا. نتمنى انه ينال اعجابكم، وحتى ولو انه ما كانش مختلف برشا، هذه البلاصه اللي حبيت نوريها لكم انا عجبتني برشا، وقلت خلنا نوصل لكم البلاصه هذه. فلوغ كان بسرعه وفي شويه ناقصه، ما مثالش البلاصه شفتوها وانا تو ارتحت الحمد لله. ياسر الى اللقاء في فيديو جديد، نحبكم برشا 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 برشا، ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم اللي تهمني برشا وتفرحني، حتى ولو كانت يعني ماليش تعليق يعني بوزيتيف مش مشكل. نحبكم برشا، ابقوا معايا الى اللقاء. صرنا نعملوا هكا ساكر تاك ونعملوا